مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت اسوي لكم كبه السراي، راح تتكون من بصل ولحم وتاب وياي الطريقه. بعد ما حمسنا شويه اللحم راح نبدا نترمي البصل بالماكينه، وبعدين حتى نضيفه ويا اللحم. هذا البصل شلون صار معنا، رميناها بالماكينة. طبعا اختصرت الوقت على ما تكون الوصفة سريعة، وشوية راح نعصرها بهاي الطريقة حتى المي مالتها يروح، وبعدين حتى نضيفها على اللحم. فعلي هنا اللحم استوى لنا مثل ما تلاحظون، راح نبدأ نضيف عليه البصل. ولا تخافون، هو راح يتحمص البصل الحين، يعني راح يستوي ويا اللحم يقبل، وما خليه. طبعا بس اربع بصلات. طبعا هنا عندي اللحم بركه، طبعا خليت تقريبا فوق الكيلو لحم، لان هاي الكبه تحتاج لحم هوايه. فانتوا ايش قد ما بيكم استخدموا حمص ولحم، واللي يزيد يعني تقدروا تستخدموه بغير وصفة. بصل طبعا قليل، لا تكون هواية. أنا خليت بس أربع بصلات وياها. أنا بنضيف شوية ملح وبهارات، طبعا كل الطعام حسب الرغبة، ونحط عليها شوية بهارات سبع أشكال، نضيف وياها شوي فيت كركم، ونحط وياها هنا كاري، كثير من الكاري إذا تحبون، ونقلب مع بعض حتى تتحمص البصل، ونشوف النتيجة بعدين. هنا بعد ما طبعا شوحنا وحمسنا البصل واللحم، راح نطفي النار، واللي يحب طبعا يضيف عليها المعدنوس. انا حبيت اضيف عليها معدنوس، انتو حسب رغبتكم تقدرون تستغنون عن المعدنوس، ما ضيفتو، بس انا حبيت يكون شوية نكهة بيها طعم طيب، ضيف لها المعدنوس. فخليت قليل من المعدنوس مع وياها، وخلاص نطفي عليها ونتركها حتى تبرد. طبعا بعد ما حمسنا اللحم راح نحتاج العجينة. العجينة مكونة طبعا، راح استخدم 3 أكواب جريش ويا كوبين برغر ناعم، البرغر اللي نستخدمه ويا التبولة، فراح نضيفهم مع بعض بهاي الطريقة. مثل ما تلاحظون طبعا 3 أكواب جريش، كوبين برغر ناعم، نضيفهم ويا مع بعض. وراح نضيف طبعا المكونات اللي راح نحطها وياها. راح نحتاج قليل من الكركم، وهذا حسب الرغبة، طبعا حسب رغبتكم انتو اذا تحبون تضيفوها. راح نحتاج بهارات قليلة، يعني معلقة صغيرة، وراح نحتاج ملح حسب الرغبة. طبعا ما راح اضيفه كل هذا، وقليل من الصودا بيكربونات الصوديوم نخليها وياها، وعندنا البابريكا، انتو حسب ما تحبون، تريدوها حادة تريدوها مو حادة، بس انا ما يعني احنا ما نحب الحاد، فما راح اضيف الحاد، بس قليل من البابريكا تنطي طعم. وراح نخلطهم مع بعض بهاي الطريقة. نكون محضرين طبعا الماي. الماي طبعا انا راح اضيف 4 أكواب من الماء، بس انتو خلوا للاحتياط 5 أكواب من الماء، يجوز تحتاجون ماي ازيد. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، هذا 4، بس خلينا 4 أكواب من الماء، ورح نتركها.
نغطيها ونتركها نص ساعة طبعا إلى أن تشرب الماء هذا كله، ونشوف المرحلة الثانية شنو راح نسوي. نغطيها ونتركها نص ساعة. الآن راح نستخدم أي كاسة مثل ما تلاحظون، أي كاسة عندكم راح أسهل لكم العملية طبعا. راح نستخدم وياها النايلون بهاي الطريقة مثل ما تلاحظون، هاي كثير سهلة راح تكون عليكم الطريقة تحشي حشوة الكبة مثل ما تلاحظون. راح نحشي بيها اللحم بعدين راح نمسكها من الأطراف بهاي الطريقة. ما تلاحظون ضايبي. طبعا لا تنسون الاشتراك والمتابعة وتفعيل الجرس، شوفوا حتى تكون سهلة علينا لما نستخدمها بعدين. راح نكمل باقي اللحم بهاي الطريقة. طريقتك هواية سهلة وراح تسهل علينا طريقة الحشو مثل ما تلاحظون. طبعا سويت تقريبا 12 هاي 13 وحدة، راح اسوي 15 وحدة ونشوف شنو اللي راح يطلع لنا بالعجينة مال الكبة. شوفوا هاي سويت 15 وحدة، 15 قطعة من هذا اللحم اللي تشوفوه امامكم. وهسه نجي للمرحلة الثانية. طبعا هاي راح نروح نخليهم بالفريزر لمدة ربع ساعة على ما نسوي العجينة. شوفوا العجينة شلون صارت. وهاي عجينتها كملت. راح نتركها ربع ساعة ترتاح بهاي الطريقة وبعدين حتى نرجع نكتبها. هنا طبعا بعد ما جمدت مثل ما تلاحظون، تعالوا نسوي العجينة مال، شوفوا شلون سهلة. هنا راح نفتح العجينة أول شي نسويها بهاي الطريقة، بعدين نفتحها مع الكبيرة نفتحها بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. راح نجي نخلي اللحم بالنص وراح نكتلها بهذا الشكل. طبعا ما تخافون انه تتفلش او اي شيء يصير بيها، لاحظوا بسرعة صارت. وهاي الكبة مالتنا كملت. شنو رأيكم بيها؟ أتمنى تعجبكم. لا تنسون الاشتراك واللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من مطبخي أكلات ومنوعات أشواق في أمريكا. Thank you.
من الماي حتى نسلق واحدة من الكبيرة واحدة من الصغيرة نجربهم على الماي. نضيف شوية من الملح وقليل من الزيت. ننتظر يغلي الماي وبعدين ندبلك الببق داخلها. إذا يفور الماي بس نحط واحدة من هاي الفرق الكبيرة ونخلي واحدة منها الصغيرة حتى نجربها ونتركها فرد تقريبا ربع ساعة نص ساعة ونشوف شلون صار.